حنا لاعبين المقابله باش نبينوا للناس باللي حنا كنلعبوا كره حديثه اللي ما فيهاش لا كيما قلتي كتلعب على اللوغو ديال الفرقه. حنا اصلا التيران ديالنا ما خسرناش فيه، بقينا على هذا الاوبجيكتيف باش ما نخسروش التيران ديالنا وحققنا الحمد لله. حنا كندخلوا لاي مقابله باش نلعبوا على الانتصار. كما كتعرف بعض اخطاء ديال الحكم هي اللي خلات الفريق الوداد يتعادل، فالجمهور كان ديما مساندنا في السراء والضراء. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، وكنبغي نقول لفريق الوداد هارد لك، وكنبغي نشكر اللعاب على القتاليه ديال فهاد الماتش وفي المقابلات اللي كيدوزو مع الظروف اللي كانت صعبه، اللي ما كتعرف فريق اسفي كيمر في واحد كيدير واحد المرحله واحد الازمه ماليه. فالحمد لله الدراري كينساو هادشي ملي كيدخلوا للتيران وكيلعبوا كي بحال قلتي على المدينه وعلى التوني. الحمد لله كنبغي نشكرهم، كنبغي نشكر اللعابه كاملين وعلى الطاقم التقني.